أنا عمريدي الجد الأول للعائلة، سكن الدرعية عام 850 هجرية، وسميت الدرعية وكان ابن عمي في الرياض يقال لهم الدروع، مانع عمريدي جدنا، واستمروا في بلدهم الدرعية طويلا إلى كأمراء للبلد مثل ما أمراء القرى والمدن والقبائل في نجد وفي كل جزيرة عربية. لما بدأت الدعوة والتجأ الشيخ عبد الوهاب محمد بن سعود واستمرت الدرعية عاصمة المنطقة حتى وقت إبراهيم باشا عام 1233 وخراب الدرعية، ولما بدأ إمام تركي بن عبد الله وتمكن عام 1240 من تأسيس الدولة السعودية الثانية نقل العاصمة مرة ثانية إلى الرياض، واستمرت الرياض في العاصمة. الملك عبد العزيز انطلق من الرياض أيضا لتوحيد المملكة.